مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعايه تيونيزا سيرفي. تيونيزا سيرفي سبيسياليست دي ستو ديجيتال. منتخبنا الوطني للواسط انقاد البارح الهزيمه في مستهل مبارياته في مونديال الارجنتين 1-0 قدام النظير الانجليزي. هدف كان سجل في الشوط الاول. مباراه ما كانتش سهله على عناصرنا الوطنيه قدام منتخب مرشح للتتويج باللقب. في مباراة ثانية لحسب نفس المجموعة حقق الأوروغواي انتصار كبير قدام العراق 4-0. منتخبنا باش يلعب المباراة الثانية ليه في المجموعة نهار الخميس ضد العراق 10 متاع الليل. اليوم باش تلعب المباراة الأخرى من الجولة السابعة من مرحلة التتويج البطولة الوطنية. الترجي يستضيف اتحاد تطاوين في ملعب رادس أبارتير من 5 متاع العشية. مباراة باش تكون الأولى للمدرب معين الشعبيني على رأس الإطار الفني للفريق. البارح كانت له أول مصافحة مع اللاعبين من خلال إشراف على الحصة التدريبية. وكبنا أجواء الحصة وتحدثنا معين الشعبيني على أهدافه المستقبلية مع الترجي. وهذا كان رده. الإسبرانس معروف، شنو الهدف؟ عندك ماتش لازمك تروح. بالنسبة لي أنا هذا هو الهدف، وهذا هدف كل مكشخ وكل واحد من الجمهور، أنك عندك أنتيتر باش تلعب عليه لازمك تربحه، عندك ماتش باش تلعبو لازمك تربحه. اليوم عندنا حتى فان جونفي حتى فان موا دو جوان، معناها عندنا 5 سيمان قدامنا فيهم دو تيتر. أوكي، عندك فينال كوب إيفيدامون فان سمان، عندك بعد شامبيونا اليوم ليتوال هرب عليك ويت بوان. نحاولوا معناها اللي باش نقربوا في الشامبيونا. اون بليس مازال ما تلعب حتى شيء، مش مازال ما تلعب حتى شيء، ولكن مازالوا فما برشا ماتشات. الحصة التدريبية شهدت تواجد عديد من اللاعبين الشبان اللي ممكن يستعين بهم الشعباني في المقابلة اليوم في ظل الغيابات العديدة للترجي على غير معتز الزدام، ياسين مرياح، حمد الهوني، غيلان الشعلالي، هاني عميم، ورياض بن عياد، رائد بوشنيبة، غيث الوهابي، ملك المهري، والحارس معز بشرفيه. وتشكيل اقرب في المباراة اليوم نجم نشوفوها صدق الدبشي في حراسة المرمى، محمد علي يعقوبي، زياد المشموم، محمد امين بن حميدة، زكريا العايب، رائد الفادع، محمد علي بن رمضان، صابر بوغرين، رشيد العرفي، وانيس البدري، ومحمد علي بن حمودة. نقعدوا مع الرابطة الاولى وشبكة قنوات الكأس القطرية تعلن عن نقل 3 مباريات من الجولة الثامنة من مرحلة التتويج نهار السبت 27 ماي كلاسيك كل سي اس اس ونجم الساحلي 4 متاع العشيه، ونهار 4 31 ماي في نفس التوقيت الاولمبيا لابيش يستضيف النادي الافريقي، والخميس 1 جوان الترجي يلعب مع اتحاد بنغردانا مع 5. ضربه موج على النادي الافريقي اللي باش يخسر خدمات مدافعه نادر الغندري الزوز اسابيع قبل ما يرجع يدرب مع المجموعه. هذا كان جاي في بلاغ الافريقي البارح. الغندري اللي كان وسيم في مباراه اتحاد بنغردانا الاخيره من المنتظر يغيب على مواجهه اولمبيا البيجي النادي الصفاقسي واتحاد المنستيري. في مصر يتواصل تألق ملاعبيتنا سيف الدين الجزيري يسجل مع فريق الزمالك في مواجهة الداخلية البارح في الجولة 29 من الدوري المحلي. المباراة انتهت على نتيجة التعادل 1-1 ولعبنا الدولي. الجزيري كان سجل في الهدف في الدقيقة 21 من الشوط الأول لحسب نفس الجولة. إلياس الجلاسي يدخل بديل مع فريق المصري في مواجهة الاتحاد ويسجل هدف الانتصار من ضربة جزاء في الدقيقة 73. مباراة انتهت بفوز المصري 2-1. في نهائي بطولة الباسكت الاتحاد المنستيري يحسم الجيم 2 في قاعته قدام النادي الافريقي 78-72. الاتحاد كان حسم كيف الجيم 1 92-89 اثر تمديد الوقت، وهكا اصبح على بعد انتصار وحيد من التتويج بلقب البطوله. المباراه الثالثه في النهائي باش تلعب غدوه بقاعه رادس مع 6 متاع العشيه، باش يكون فيها الافريقي مطالب بالانتصار للبقاء على حظوظه في المنافسه على اللقب. المقابله باش تكون منقوله على القناه الوطنيه الثانيه. خبر صادم لعشاق السيده العجوز. البارح محكمه التحكيم الرياضيه في ايطاليا تقرر خصم 10 نقاط من رصيد اليوفي في الدوري المحلي، والفريق بعد ما كان يحتل المركز الثاني خلف نابولي ومتأهل منطقين لرابطة الأبطال الموسم المقبل يتراجع لمركز السابع ب 59 نقطة وتقلصت حظوظه بنسبة كبيرة في التأهل للتشامبيونز ليج، خاصة بعد خسارته البارح 4-1 في مواجهة إمبولي قبل زوز جولات من نهاية الكالشو. في نفس الجولة البارح ساليرنيتانا يفرض التعادل 2-2 على روما في الأولمبيكو. ليلة في البرنامج في الليغا الجولة 36 البرسا ينزل ضيف على فالادوليد. كان هذا كل شيء في بريف سبور، قدموا لكم حمد علي طالب. تابعوا بقية أخبارنا على موقعنا تيونيزامريكا.com. لايك وبارتاج وصلك أكثر أخبار. باي باي.